إذا على بركة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من هنا من أمام مسجد حسن الثاني بمدينة الدار البيضاء أو ما يسمى مارينا. كنتواجدوا بالضبط بالقرب من مارينا. جوج ديال الشباب حاليا، إذا المعذرة الإنترنت، قلت بأنه جوج ديال الشباب حاليا اللي مساكن دابا في، يعني ما نقدرش نقولوا في عيادة الموتى، ولكن أكيد الظروف اللي كيتواجدوا فيها حاليا فهي ظروف صعبة صعبة جدا. الوقاية المدنية لاحظوا معايا، الوقاية المدنية هي متواجدة هنا، لاحظوا في انتظار تدخل. هما الوقاية المدنية مرة أخرى، لاحظوا معايا هما الوقاية المدنية. لاحظوا الوقاية المدنية مرة أخرى، قلت بأنه هاد الشباب دابا حاليا كيتواجدوا هنا، كيتواجدوا هنا في هذا البحر اللي هيج ليهم. شوفوا معايا البحر كيدير، شوفوا معايا البحر كيدير، شوفوا معايا البحر اليوم صعيب 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 بزاف صعيب بزاف. شوفوا شوفوا جوج ديال الشباب اللي حاليا كنقولوا في عيادة المفقودين، لأنه ما نقدروش نقولوا بأنهم في عيادة الموتى، ولكن حاليا الحدود هذه اللحظة هذه باقي ما عرفناهمش فين مشاو كاع. دابا حاليا الوقاية المدنية كتنتظر هنا. شوفوا شوفوا معايا البحر كيدير، شوفوا البحر كيدير، الناس واقفين هنا كيتسناو شنو المصير ديال هاد الشباب هادو، ولكن لحدود هاد اللحظة هادي يعني قبل ما نوصلو حنا بلاتي كاين واحد. لاحظوا لاحظوا لاحظوا، إذا هاد الشباب لحدود هاد اللحظة، كنقولو لحدود هاد اللحظة باقي ما لقاوهمش. نتمنوا السلامة للجميع يا رب العالمين. لاحظوا لاحظوا، إذا واقيلا واش غادي يخرجوا من الليل، لأنه كما قلت شوفوا معايا شنو غيوقع. كنعتذروا على هاد، لأننا كنجريو باش ننقل لكم الحدث أول بأول. شوفوا معايا شنو واقع، إذا لاحظوا معايا السيارة ديال الوقاية المدنية مشات لجهة أخرى. إذا أظن أنه غيكونوا كاينين هنا الأمن الوطني، راه موجود توا هنا. لاحظوا لاحظوا شو 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 المجد، لاحظوا شو المجد، شوف شو المجد. يعني البحر، البحر اليوم صعيب بزاف. باقي ما خرجوش هذوك ياك. دابا هذوك باقي ما جبدوهمش الدراري. باقي واحد هنا. ولا تا هما واحد دابا بغا يعتقو شي واحد. دابا نصحوه قالوا لي ما تلاحش. معاش خويا وقع هادشي تقريبا. ما بقاوش بانو كاع. خوتي المغاربة، دعيو معاهم دعيو معاهم دعيو معاهم خوت.
دعيو معاهم. دابا راه قال لك كيما سمعتوا معايا قال لك دخلوا يجبدوا شي واحد. ها هما هما ها 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 هما هادو يعني دخلوا مساكن قال لك باش يعتقوا شي واحد، شي واحد كان غادي يغرق. ملي هبطوا لاحظوا معايا الكورينتي، ما يسمى بالكورينتي، داهم كاملين. لاحظوا معايا راه مشادين بعضياتهم. البحر صعيب صعيب اليوم، صعيب صعيب بكل تحمل الكلمه بمعنى. ما فهمتش. راه باقي الحيين دابا الحمد لله، باقي الحيين. باقي الحيين يعني الحمد لله، راه باقي حيين، ولكن خاص تدخل. خاص تدخل. ما فهمتش دابا علاش ما جابوش لهم الحلول، ماشي حاجه يشدوا فيها بعدا. السلطه جات، السلطه جات والو. يعني لاحظوا معايا. طلبوا دعيو معاهم الله يرحم والدين، دعيو مع دعيو مع هاد الشباب، لانهم هاد الشباب مساكن مشاو يديروا غير خير. لاحظوا لاحظوا شو الماكينه. سرد لي التليفون، والله الا سرد لي التليفون. الله انت عرفتي الما كيدير. واحد مشى مشى ياك، مات مسكين. على سلامتك خويا، على سلامتك. هذا لا هذا مشى باش يجبد باش يعتقل خويا العزيز. مشيهم فينا هما، مشيهم 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 مشيهم. إذن كما كتلاحظوا معايا كاين تواجد أمني، كذلك لاحظوا معايا الوقاية المدنية، السلطات المحلية كذلك. سوري لك دير لايف. السلام عليكم. باقي جوج ديال الوقايه المدنيه حاصلين ومعاهم جوج ديال الدراري، واحد راه نوايف. انا غنسوق مع واحد الدراري. هذاك اللي داخل دابا واحد واحد راه تبرد. لله وانا راجع. مرحبا. معنا شاهد عيان اللي غادي يقول لنا شنو وقع. شنو وقع اخويا؟ كارثه. هبطوا جوج دراري تيعوموا والبحر واعر اخويا، ماشي ديال العومه. بغينا نعتقهم، درنا جميع المحاولات، ولكن حنا نبوي ما كاينش من يطلع، ما كاينش من غطلع. راه انت غايشوف نوريكم واش شي واحد مات. دابا دابا واحد راه نوي مشى تبرد، غرق مسكين، غرق ما باينش. دابا راه كان قبيله فلوطه. اوكي هذوك اللي قالنا باقي شادين بعضياتهم، باقي جوج حاصلين، جوج ديال الوقايه المدنيه هما حاصلين. اذا حتى الوقايه المدنيه مهودين، مهودين حتى هما في خطر. مساك حتى هما في خطر، ما جاش جيت سكي غيمشيو كاملين. اذا لاحظتوا معايا، سمعتوا معايا، حتى الناس ديال الوقايه المدنيه، حتى الناس امين اخويا امين. اذا كما سمعتوا معايا الوقايه المدنيه حاصله حتى هي كذلك. هودوا باش يعتقوا هاد الناس هادو. كنذكروا الناس اللي كيشاهدونا حاليا، شاهدوا قناه شوف تيفي، اننا كنتواجدوا بالقرب من مارينا، مارينا قرب مسجد الحسن الثاني. شاب اللي لقى الحتف ديالو
والله ولا لاحظوا معايا البحر صعيب صعيب بزاف كما كتلاحظوا معايا، راه تواجد امني كبير هنا، وكذلك السلطات المحليه متواجده، رجال الوقايه المدنيه اللي فيهم جوج هودوا باش يساعدوا هذوك الاشخاص، حتى هما حاليا راه في خطر. اذا ضروري خاص شي كما كيقولوا جيتسكي او شي حاجه اللي كتخدم في هذه الامواج العاليه اللي كاينه هنا. لاحظوا معايا راه امواج صعيبه كاينه هنا، لاحظوا معايا راه واحد الامواج خايبه 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 بكل صراحه. واحد الشخص هو راه هو دابا ياكل، شوف 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 اسمع الحكي. إذا ما تمشوش بعيد، ما تمشوش بعيد مشاهدينا الأوفياء، باقيين معكم خلال احنا مقبلين على شهر رمضان، كيفاش هاد العائلة غادا تستقبل. الله يوليه برحمة الله. لاحظوا معايا راه، لاحظوا معايا الدراري الخويا فين مشاو فين مشاو، شوف شوف البحر فين جرم، شوف فين كانوا، شوف فين جرم البحر، شوف لاحظوا معايا شوف البحر فين جرم، شوفوا البحر فين جرم. يعني بكل صراحة لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يفاجئ على كل واحد يا رب العالمين. إذا ما تمشوش بعيد، غادي نرجعوا لكم في هاد القضية ديال هاد الغرق ديال هاد الأشخاص. حاليا كنتمنوا أنه يتم المساعدة ديال هاد السيد اللي باقي دابا، وحتى رجال الوقاية المدنية نتمنوا لهم السلامة، كيغامروا بالحياة ديالهم صراحة كيستاهلوا أوسمة ديال الاستحقاق على قبل هذا، لأنه كيضحيوا براسهم باش يعتقوا ناس أخرين. شكرا لكم، غادي نرجع لكم بعد قليل.